أقيم بقاعة الاحتفالات بجامعة الحضارة للعلوم التطبيقية والإنسانية بزاوية الدهماني بطرابلس، وبرعاية شركة القناة للخدمات الإعلامية والتدريب، تكريم بلدية أبو سليم كأفضل بلدية لسنة 2015 و2016 في الجانب الخدمي من قبل القائمين على جائزة ليبيا للإبداع، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالجانب الإعلامي والفني والخدمي وعميد وأعضاء المجلس البلدي لبلدية أبو سليم. تشهد بلدية حي الأندلس أعمال رصف وتعبيد بعض الطرق الفرعية وبإشراف لجنة البنية التحتية، وذلك بالتنسيق بين البلدية وشركة الكهرباء وبالتعاون مع أهالي منطقة قرطبة خلف مصنع المكرونة جورجي، حيث قام سكان المنطقة وبالمجهود الذاتي على هذه الأعمال، منها توصيل خطوط المياه من الخط الرئيسي إلى عديد المنازل بمنطقة قرطبة ببلدية حي الأندلس. عقد ببلدية عين زارة الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية للملتقى العام لسيدات أعضاء مجالس البلديات. تم من خلال الاجتماع متابعة ومناقشة آخر الاستعدادات والتحضيرات لانعقاد ملتقى سيدات أعضاء مجالس البلديات خلال الأيام القادمة. حضر رئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية ومدير مكتب الخدمات الزراعية ببلدية مصراتة اجتماع تم من خلاله مناقشة العديد من المشاكل التي تواجه جهاز الشرطة الزراعية في القيام بأعمالها، وخاصة فيما يتعلق بعملية البناء العشوائي والاعتداء على أملاك الدولة، وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة ببلدية مصراتة. قامت لجنة الأزمة بطرابلس وبالتعاون مع لجنة التنسيق والتعاون المنبثقة عن بلديات الخمس بطرابلس الكبرى، وهي طرابلس المركز، أبو سليم، سوق الجمعة، تاجورة، حي الأندلس، قامت بتوزيع الحقائب المدرسية على الطلبة النازحين من مدينة سرت بطرابلس الكبرى. استهدفت الحملة طلبة مرحلتي الابتدائي والإعدادي، وذلك بمدرسة خليفة الحجاج للتعليم الأساسي ببلدية سوق الجمعة.